اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نقدموا موقع لربح العملات الرقمية بطريقة مجانية. المميز في هذا الموقع كونه يدعم العديد من طرق الربحية السهلة والبسيطة جدا. كذلك الحد الادنى للسحب بسيط جدا، تقريبا 10 ساتوشي فقط. قبل ما نشوف طريقة التسجيل، طرق الربح وإثبات سحب شخصي على الفوز باي، ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل والربح من الانترنت من قناة عالم امين. واللي عنده اي استفسار واي تساؤل يجي متواصل معنا على صفحة رسمية الخاصة بنا عالم امين على الفيسبوك، وحسابنا على الانستغرام الرابط القوة في صندوق الوصف. الان نتوجه الى التسجيل. الموقع اسمه بيت باي، وان شاء الله تلقاو التسجيل والرابط اسفل الفيديو في صندوق الوصف. كنت انا كتب مقالة على هذا الموقع، والا تلقاو رابط التسجيل في صندوق التعليقات في اول تعليق، التعليق المثبت. بعد ما توصلوا الى هذه الواجهة، ما عليكم الا تضغطوا على سينياب باش تقوموا بانشاء حساب جديد. توصلوا الى هذه الواجهة، ما عليكم الا تخليوا بريدكم الالكتروني، الباسورد، اعادة كتابة الباسورد، وتضغط على read term rule first، وتضغط على I am not a robot، وفي اخر مرحلة تضغط على sign up. والان قمت بانشاء الحساب. بعد ما تقوم بذلك يلزم تفعل الحساب الخاص بك. هو ارسل لك البريد هدايا، تضغط في هذا المكان، وفي النهاية تضغط على click here باش تفعل الحساب الخاص بك. يلزمكم تضيفوا الوالت اللي بتسحبوا عليها، تضغطوا في هذا المكان اليوزر نيم الخاص بكم باش تضيفوا الوالت. توصلوا الى هذه الواجهة، موجود الفوست باي والا اي كوين باي، تو تلقاهم في المقال اللي قلت لكم عليها. معناتها اللي ما عندوش فوست باي ولا اي كوين باي موجود، احنا باش نسحبوا عبر الفوست باي نختار الفوست باي، وفي هذا المكان نخليو الوالت ادرس. نتوجهوا الى الفوست باي، نضغطوا على ديبوزيت بطبيعة الحال، وننسخوا الوالت الخاصة بالبيتكوين. احنا باش نسحبوا عبر البيتكوين، لكن انت تقدر تسحب عبر عملات اخرى، تو نشوفوا التفاصيل. نضغطوا في هذا المكان، احنا انسخنا الوالت الان، نضغطوا هكا ولا ننسخوا بطريقة تقليدية كما قاعدين نشاهدوا كوبيد. نرجعوا الى الوالت ادرس، تنسخ الوالت الخاصة بك في هذا المكان وتضغط على سيف. انا شخصيا كنت اضفتها عندما سجلت في هذا الموقع. نضغط على داشبورد. انا كنت اشتغلت في وقت قصير، تحصلت على تقريبا 30 ساتوشي كما قاعدين نشاهدوا، 27.2 ساتوشي. ثم طرق مباشره ويوصلوا لك الى البالانس الخاص بك، وبعد ذلك تضغط على ويدرو اللي هما الفيو ادز والاوفر وول والشورت لينك. ولكن ثم طريقه اخرى غير مباشره اللي هي الفوست، باش نشوفوها الان. نضغطوا على فوست في هذا المكان، وعشرة عملات نقدروا نشتغلوا عليها. لكن احنا بما انه جونيور بارتنر، يعني دوما انطلقنا في العمل، نقدروا نشتغلوا على اربع عملات فقط يوميا، وتقدر تجمعهم كل نصف ساعه. الان باش ننطلقوا، نضغطوا على كليم، بعد ذلك تضغط على كليم مره اخرى باش تجيك هذه الواجهه. تضغط في هذه الخانة وتجيك التيك الخضراء هذه مع I am not a robot، وتضغط على claim. اتحصلنا على 2 ساتوشي. بعد باش نقول لكم على طريقة أخرى، واللي هي كما غادي نشاهدوا share this link and earn، هو رابط إحالة يقول لك 20% من أرباح، بالنسبة لأرباع أصدقائك ما تتقطعش من أرباحك، الموقع هيقدمها لك كونك أنت روجت الموقع وشهرته. تضغط على click كوبي وتنسخ رابط الإحالة، وتروجوا على أوسع نطاق في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. لكن البورسنتاج هذه 20% ماهيش صحيحة، لأنه احنا جونيور بارتنر. تو نشوفوا أكثر تفاصيل بعد قليل. نرجعوا نضغطوا على فوست مرة أخرى باش معناتها نسحبوا عملات أخرى. بعد ما جمعنا أربع عملات، واليوم البيتكوين، الليتكوين، الدوتش كوين، والبيتكوين كاش، باش نحاولوا نسحبوا عملة أخرى واللي هي العملة الخامسة. يقول لنا جونيور بارتنر كان اونلي كليم اب تو 4 كوين فقط، يعني تختار 4 عملات يوميا وتقعد تجمعها كل نصف ساعة، ما تقدرش تغير العملة الخامسة والعملة السادسة لأن جونيور بارتنر. بعد ذلك لو نشوفوا كيف نطور من حسابنا. في هذه العملات الكل تقدر تعمل ويذ ثرو كما قاعدين نشاهدوا.
لكي تقدر تسحب كل عملة عندها حد أدنى لسحب، على ما أظن الليتكوين 1000 ليتوشي. لكن لكي تسحب ما عليك إلا تضغط على هذا المكان وتغير الوالد الخاص بك إلى LTC، احنا باش نسحبه عبر البيتكوين. وفقط تكون شي البيتكوين تقدر تعمل ترانسفير لرصيدك الأساسي، ومن رصيدك الأساسي تقدر تسحبهم من دون أي مشاكل. لكن عبر الترانسفير يلزم يكون عندك 10 ساتوشي على الأقل. ماذا سنقوم بالفعل الآن؟ نضغط على سواب باش نحوله الـ LTC إلى BTC. احنا غيرنا في السابق من دوتش كوين الى بيتكوين، والبيتكوين كاش الى كذلك بيتكوين. كما قاعد يشتهدوا كونفرت فروم ال تي سي الى بيتكوين، لكن تقدر تغير الى الايثيريوم، دوتش كوين، ترون، اي عمله كانت. احنا باش ننسخوا رصيدنا من ال تي سي وباش نحولوهم الى البيتكوين، نخليه في هذا المكان. كما قاعد يشتهدوا المينيموم 1000 ليتوشي، نضغطوا على سواب الان. كما قاعدين نشاهدوا السواب تم بطريقة سريعة جدا، كما قلنا أصبح لنا 10 ساتوشي. إذا حاولنا من الليتكوين البيتكوين تقريبا 2 ولا 3 ساتوشي. الآن باش نقوموا بالضغط على ترانسفور باش نحولوهم إلى البالانس الخاص بينا. أقل شيء للتحويل كما قلنا 10 ساتوشي. في هذا المكان نضغطوا على 10 ونضغطوا على الترانسفور، هما تحولونا إلى رصيدنا الأساسي. الآن باش نقوموا بعملية التثبت. كما قاعدين نشاهدوا أصدقائي أصبح عندنا 37 ساتوشي. التحويل يتطلب دقيقة كحد أقصى. الآن باش نشوفوا الطرق اللي معناتها نربحوا بطريقة مباشرة باش يوصلونا إلى المان بالانس الخاص بنا. نضغطوا على فيو أدز وسيرف أدز ونشاهدوا إعلانات ونربحوا بعض الساتوشيات. في العادة هما ثم تقريبا 6 إعلانات، لكن الآن ثم 3 إعلانات لأني قمت بإنجازهم. نضغطوا على هذا المكان، تفتح لنا مع نافذة للإعلان. نرجع إلى الموقع كما قد يشاهدوا 7 8، ننتظر 10 ثواني فقط. وكما قد يشاهدوا أصدقائي you have earned 1.8 ساتوشي. نرجع للداشبورد باش نشوفهم وصلونا على الفور إلى المان بالانس الخاص بينا. كما قاعدين تلاحظوا أصدقائي 37، نعملوا تحديث للصفحة نلقاهم 38 وإلا 39 أصبحوا. كما قاعدين تلاحظوا أصدقائي 39 ساتوشي. كذلك ثم طريقة أخرى واللي هي الأوفر وول، إكمال العروض. كل هذه شركات للعروض أوفر تورو، سي بي إكس، عروض عديدة ومختلفة، منهم تحميل تطبيقات، تحميل ألعاب، وصول إلى مستوى معين إلى هذه الألعاب وتربح 4000 ساتوشي، 5000 ساتوشي، أنت والمهمة وصعوبتها. تقدروا معناتها تشتغلوا على هذه معناتها شركات والا يعني الاوفر وتحققوا مكاسب جيده، لكنها ليس بالامر السهل. كذلك ثم تقدر نربحوا عبر الشورت لينك، يعني نتجاوزوا رابط المختصر. ما عليك الا تضغط على الرابط المختصر تتجاوزوا وتربح 1 ساتوشي. كما قاعدين تشاهدوا اصدقائي الربح صغير، لكن 1 ساتوشي ما هو 1 ساتوشي، توصل الى مبلغ محترم. هذه 3 طرق أصدقائي كما قلنا. نرجع إلى الداشبورد باش نقوم بعملية السحب. لكن قبل ذلك أصدقائي كما قلنا احنا الليفل الخاص بينا والبوينت، نضغطوا في هذا المكان جونيور بارتنر باش نشوفوا معناتها المستويات المختلفة. ننزلوا إلى الأسفل كما قاعد تلاحظوا هذه هي المستويات جونيور بارتنر. كما قاعد يشاهدوا الريفرال بي دي سي يعني تربح من الإحالة 10%، وهذه كلها تفاصيل. والميديوم بارتنر والسينيور بارتنر، ما عليك الا تكون عندك من 100 الى 1000 نقطة، وهذه كلها تفاصيل كيفاش نوصلوا الى هذه النقاط. ما عليك الا معناتها تنشر رابط الإحالة كما قاعدين تشاهدوا أصدقائي، تربح نقطة على كل شخص يسجل من طريقك ويكون يعني فاعل ويدخل إلى الموقع في طيلة هيك 7 أيام، يعني في 7 أيام يدخل مرة برك، وفي تربح نقطة أخرى صورة ما عندي ربحت 1000 ساتوشي من عملة البيتكوين من عبر البي تي سي والشورت لينك والعديد من هذه الأمور. هذا كيف نرقيو حسابنا وتكون الأرباح أعلى وأحسن بالنسبة لنا، ومع الكوين من 4 تصبح 6 وتصبح 10 في نهاية الأمر، يعني تقدر تجمعهم جميعهم. الآن نرجع إلى واجهة الموقع باش نقوموا بعملية السحب.
رصيد انا مع هذا المكان، احنا باش نسحبوا 29 39 ساتوشي من عملة البيتكوين بطبيعة الحال. نخليه في هذا المكان، نضغط على ام نوت الروبوت ونضغط على ويثرو، وتمت العملية السحب بنجاح. يقول لك ويثرو ساكسس. نرجع الى الفوست باي باش نشوفوا اثبات السحب. وكما قد ينشهد اصدقائي، بيت باي سحب فوري 39 ساتوشي من عملة البيتكوين نورمال بايمنت، وفي 3 مارس. اذا موقع بيت باي موقع صادق ويدفع، اللي حاب يشتغل ويجمع العملات الرقمية بطريقة مجانية وبحد ادنى بسيط جدا مع اللي الا في بيت باي والعديد من المواقع اللي احنا شرحناها في قناة عالم امين. ان شاء الله نتقابله في فيديوهات قادمة، مجالات قادمة للربح من الانترنت. اللي عنده اي استفسار مرحبا بالجميع، بالتوفيق والى اللقاء.